Mr. Ralph Vintergast, Chief السيد Executive Officer رالف of المدير التنفيذي GMD. لجي ان دي، اهلا بك على شاشه قناه سي بي سي اكسترا. نود ان نعرف المزيد عن استثماراتكم في مصر. نحن نعمل في مصر منذ 50 عاما، وفي الاعوام الاخيره قمنا بالعديد من مشروعات البنيه التحتيه. يمكن ان اقول بانني احب شخصيا ان اتي الى مصر. اتيت في المره الاولى في 1988 وكنت شابا في ذلك الوقت، وسعدت بالسفر الى مصر اكثر من مره. نحن ناتي كشركات المانيه، نبدا ونعمل ونستمر في مصر لوقت طويل. ما الذي يجعلكم تحققون تقدما في مصر فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري؟ ما هي الأمور التي تعتقدون أنها تشجعكم وتشجع شركاتكم لتحقيق مزيد من التقدم؟ ما نراه هو الإرادة الكبيرة لدى الحكومة لتشجيع الاستثمار للشركات الأجنبية، وفي هذا الأمر نحن كشركة نتطلع للاستثمار عند البحث عن استثمارات، وأن نستمر كما أشرت إلى فترات طويلة نبحث عن دعم قوي من قبل كل المؤسسات الحكومية والشركات حتى نستطيع أن ننفذ المشروعات التي نأمل بتنفيذها. ما هي الخطط المستقبلية لشركتكم في الأعوام المقبلة؟ نحن كشركة نعمل في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية تحديدا، البدائل الإلكترونية لنظم السداد النقدية. لدينا الكثير للعمل لتأمين الربط والاتصال باستخدام الموبايل المحمول وأيضا البنية التحتية اللازمة لذلك. هناك طلب كبير للكثير من هذه الخدمات في مصر، ونحن نؤمن بأن لدينا حافظة استثمارات وأعمال قوية بالنسبة لمصر، ونعمل في شراكات مع شركات مصرية ومع الحكومة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لخلق حالة من التماسك عند تحقيق مزيد من التقدم. شكرا جزيلا سيد رالف.